الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نبدأ واحد بلاي بدون درس جيني تربية ده ودرس جيني صدحات. ما ندوا تربية الإسلامية فصل هو الصف الثاني وفصل كل بعد وحدة الصعبة أو chapter كي تضبط بعد أما عطب كي تضبط وكو رمي العبادات عبادوين الدرس الثالث عشر كي صدحات بين المنطقة هذا إن الله عشر هرين السوق هذا ني ويقول سبب زي درس قاسي الصلاة وكيفيتها صلاة يقابك اللوت كني قابك الصلاة اللوت كني عشر سبب زي هاي وهاي نقصي قاضي إلى مركا عشر كاس الدحاض قسم الأول قيم كسكوبات وين قيم قيم من دون هذه رأي كذا قاضي إن لم برك الكوبات هاي نقاضي إنه حين أقفه ونستاجي صلاة مركا تكني عن صلاة دي وسوي سقاطة وين السوق هاي نويسد يرضي مركا سوى رأي سنو سوي سقاطة سنادي تكنيسي اتسونيسو هل كياد كنت تكنيسي ما صليه بعد ما نسا كدبنا ودنيينيسا نيه كدب اقف وانستاغيسا واستقبل القبلة قبلة ذا ايه تشهدنا ودو تشيستنيسا مثلا صلاة دي انتو كريني هل كان بعد استاغيسا حق قبلة ذا ايه دو تشيستنيسا الله مبارك الله بعد وهو كبروا وان تكبيرنا يا الله أكبر بان صلاة قحرنا وحا ودوكتنا رضيه سلاة المركلة دوكنيو يا إمام مقدم كأقيمه إمام هو إشتاق صلاة دال كهر كهر يستدعي كتكني برضو صلاة دقلي مكوك بالعبا الله أكبر مكوك بالعبا الله أكبر تا وياك بالعبا يسا وحنا الله يغنى مجي إيدا الله أكبر تا وهر يستدعي تكبيرة الإحرام الله أكبر تي صلاة دال كوك على صلاة أي كحر أنت صلاة دال كوك بالعبا لبرك الصدحان مركات استاقتو قبل ذي وشي ستو كدبنا الله أكبر تلك الصلاة دي الحلتيد أقرأ وحنا أقرأ الفاتحة فاتحة ذا يا نقرأ الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم بنا نقرأ يلا دميت كي ما كان فاتحة ذا دمي يعني حال الحمد لله دمي ثم أقرأ وكدب وحنا أقرأ الحمد كدب وحنا أقرأ شيئا وحنا كأقرأ مما أحفظ وحاص وكم إذا وحي هذا حفظ السنة وهي ضد القرآن كم موضع حفظ السنة أرضي وحل غي أبان إن بين المال مريو متجس أمو مريا متوارك من ذي قد سن وقصص الرئي مركا القرآن كأنت أعطيك تي أي غفو البلدوري إن المال كم إذا أخذيو ثم أنت أكد بغرو وحان أغريا الشيء وحبان كأغريا مما أحفظ وحان أغريا وكم إذا وحي أنك حفظ السنة هاي من القرآن القرآن هذا تبدي لا حفظ السنة هاي أما أدنى عدين حفظ سنتهاي أما التبارك حفظ سنتهاي سورة داد حفظ سنتهاي إن كم يدون بالأخريس لابر كافراد مركات سلاة دي تشهد وچه ستي دي ستاكتي يا الله أكبر صلاة دي كحرطي يا الفاتحة دي يا قرآن كي كلا أخر دي أركع وان ركوعيا أركع وان ركوعيا الله أقائلا أنيق أولي قائلا أنا أرانيا الله أكبر وحان لا يهي سلاة ديبان تاكس تاكي حق قبلة دي عيانو تشيستي وحان قو حدي الله أكبر وحان قو حدي فاتحة ديبان أغري الحمد يصورة كل قرآن كم يدبان أغري انت عمر كان سمي الله مركا أفراد أركع وان ركوعي أركع وان هي ركوعي أنا قوله الله أكبر أيام ركوعي وأقول وحرنا يا في الركوع أنت ركوع لك ليش وركوعي الله أكبر باني محان أخري يا سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم بان أخري أنت ركوع صنع يا أرض يو يا ركوع لك تشيرو دعاء أنا أخري يا واحد هاي سبحان ربي العظيم سبحان واحد ما كنا سهن ما كفق ربي يا ربي جاي العظيم وين ربي جاي وين بقى ما كنا سان عن أبلاين أيات كل إلنيسا ويا يستقى قف ونستقيا واستقبل القبلة قبلة أنو تشيسنا يا وكبر وان تكبرنا يا الله أكبر ما نقولنا يا مجي أيضا نروح على إذا تكبرت يا الله أكبر تصلاة الوحدة وهو رئيسة تكبيرة الإحرام الله أكبر تصلاة الوحدة الوحدة أقرأ وحنا أقرأ الله مركز صدح على الفاتحة تفتح الله يا نقرأ يا ثم طبعا أقرأ وحنا رأينا يا نقرأ يا شيئا وح
oo kamid ah mimma ahfadu wixii aan xifdisanahay ee min alquraan alkariim quraankeena kamidka quraanka ilaahay wixii kamid aad xifdisantay ayaad raacinaysaa faatixada markaad faatixada akhrido markaad salaadii qiblada u jeesatay ayaad allahu akbar ku soo xidhatay ee suuratul faatixa iyo suurad kale arday oo aad akhriday arkaa waa rukuucayaa qaylan aniga oo leh waa rukuucayaa qaylan anigoo odhanaya allahu akbar ilaahay baa weyn waaquulu waxaan ku odhanayaa fi rukuuci rukuucda dhexdeediina waxaan odhanayaa subxaana rabbi alcadiim subxaana rabbi alcadiim subxaana rabbi alcadiim ilaahay baa xuma ka nasahan rabbiya rabbigay ah alcadiimi ee weyn ayaan xumaan iyo ceeb lahayn oo xumaan ka nasahan baa ku celin waa damaadada waxa weya tarbiyatulislaami waa tarbiyada islaamka waa safi saani waa dars waa fasalkii labaad alwaxdatu saabicati waa cutubkii ama jabtarkii toddobaad alcibaadaat cibaadooyinka ayuu ka hadlayaa addarsu saalis casharkii saddexaad oo salaatu wakayfiyata wuxuu ka waramayaa salaada iyo wakayfiyata sida loo tukado alqismu alawal salaada qaabka loo tukado darsigeeda koowaad aqifa waan istaagayaa wa astaqbilu waxaan u jeesanayaa aan u jahaysanayaa oan qaabilayaa alqiblata qibladii jihada aan u jeesanaya laba waakabbiru waan takbiranayaa allahu akbar baan odhanayaa akbar taas oo loo yaqaano takbiiratu lixraam allahu akbar tisiraada lagu xidhanayay aqra waxaan akhriyayaa alfaatixata faatixada ayaan akhriyayaa uma intaa kadibna aqra waxaan akhriyayaa shay-an wax ka mid ah oo mimaa axfadu min alquraan wixii aan qur-aanka ka xifdisanahay ah ayaan raacinayaa faatixada oo ku akhriyay afar arka waa rukuucayaa qaylan anigoo odhanaya arka waa rukuucayaa qaylan anigoo odhanaya allahu akbar saasaan rukuucay waaquulu waxaan odhanayaa fi rukuuci rukuucda markaan rukuuco rukuucda intaan ku jiro waxaan akhriyayaa subxaana rabbi alcadiim subxaana rabbi alcadiim subxaana wa xuma ka nasahan xuma ka fog rabbiya rabbigayga alcadiim weyn rabbiga weyn ayaa xuma ka nasahan ayaad ku celinaysaa arday casharkan waa afar iyo toban qodob buu ka kooban yahay ama afar iyo toban lambaal afarti baynu maanta qaadanay waxaynu u yaraynaynu u koobnay si aa u fahantaan oo aa u tadbiiqsaan oo aa u dhaqangelisaan waayo waa cibaadooyinka ilaahay nagu addoonsaday cibaadooyinka ugu waaweyn arkaanta islaamku waa ruknigii labaad qof aan salaad tukanayna muslimnimadiisa la ysku haystaa qofku arrim halku ilaahay arrimihiisa u dhiibanayo ee ilaahay baahidiisa ugu sheeganayo weeye salaadu ardayay waa rukni aad u weyn waa inaan barashadiisa iyo sixidiisa ku dadaashaan oo aa sidan aan u soo sheegnay aad ugu celcelshataan oo aa casharadan ku dadaashaan saa salaadiina u saxdaan markaa salaada saxdaan ilaahay baa raali gelinaysaan aad iyo aad ayaa u mahadsan tihiin darsigeenna waa darsigeenni saddexaad ee tarbiyada islaamka ee ka baxa tv-ga saan waa inaad la socotaan oo ku dadaashaan waalidiintuna waa inay ardayda caawiyaan halkaan ugu jirnay waa inaad idinku u gashaan oo ku daba gashaan uguna celcelisaan si u fahmaan aad iyo aad ayaa u mahadsan tihiin ardayay sidaa iyo kulanti dambe wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu